رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الأمر المفضل بما في صبر وعزة الهجرة بعد الإنتهاء من مكة، وهذا المفضل ونستغل هذا الوقت بشيء من أذكار المساء. قبل ما أقول الأذكار، فهذا اليوم الشد والبرد، قال عز وجل ثم هدى، فهذه المخلوقات كلها اتجهت إلى خالقها فسبحان من خلق هذا الكون وما فيه. ونستغله بشيء من أذكار المساء. أمسينا وأمسى لكم كلها له وله وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أمسى بي النعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله لا قوة إلا بالله. سجلت هذه المادة في شرق جبل المصاريخ برنيا في يوم 30 صفر 1434 هجرة. وأتوجه إلى الله عز وجل يرحمنا برحمة هذه البهائم، إنه أرحم الراحمين، إنه أقدر القادرين، إنه رحمن الدنيا والآخرة. سجلت هذه المادة منزلنا في البر برنيا في مغرب 30 صفر 1434 هجرة. مع تحيات محمد الحمد.